عندنا درس جديد بعنوان قصر الصلاة. أولا، ما معنى قصر الصلاة؟ معنى قصر الصلاة أي أن الصلاة الرباعية التي هي كم ركعات؟ أربع ركعات. الصلاة الرباعية تقصر إلى ركعتين، أي تصليها كم؟ ركعتين. تصلي الصلاة الرباعية كم؟ ركعتين. ما هي الصلوات الرباعية؟ التي هي صلاة الظهر والعصر والعشاء. هذه الصلوات الثلاث 4 ركعات، كل واحدة 4 ركعات، تصليها ركعتين. واضح؟ إذن هذا معنى قصر الصلاة. لو سألك شخص ما معنى قصر الصلاة، فقل له معنى قصر الصلاة أنك تصلي الصلاة الرباعية ركعتين. متى يجوز للمسلم أنه يقصر الصلاة؟ متى يجوز للمسلم أنه يصلي الصلاة الرباعية ركعتين؟ متى؟ في السفر فقط، في السفر. لذلك نكتب هنا: يجوز للمسلم قصر الصلاة الرباعية في السفر فقط، في السفر فقط، في السفر فقط. طيب إذا كان مريضا هل يجوز؟ لا. إذا كان هنالك مطر هل يجوز أنه يصلي الظهر ركعتين؟ لا. واضح؟ قصر الصلاة له سبب واحد فقط، ما هو؟ السفر. تمام؟ السفر. قال العلماء رحمهم الله: السفر والمقصود بالسفر هنا السفر الطويل. ما معنى السفر الطويل؟ السفر الطويل يساوي مسيرة يومين، مسيرة يومين، مسيرة كم؟ يومين. يساوي مسيرة يومين. كم يساوي بالكيلومترات؟ كم يساوي بالكيلومتر؟ قال فقهاء الشافعية يساوي 144 كيلومتر. 144 كيلومتر، هذا هو المعتمد في المذهب. وقال بعض الشافعية المعاصرين متأخرين جدا، قالوا يساوي 83 كيلومتر، ويمكن أن نأخذ بهذا، لا مشكلة، قد قال به عدد من فقهاء الشافعية المتأخرين المعاصرين ومن إلى يومنا هذا، قالوا إن المسافة كم؟ 83 كيلومتر، وإلا فالمعتمد في المذهب هذا، أن المسافة 144 كيلومتر. على كل حال، هذا السفر إذا كان السفر 83 كيلومتر يسمى سفر طويل. ما عكس السفر الطويل؟ السفر القصير. إذن السفر نستطيع أن نقول السفر ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: سفر طويل، سفر قصير. السفر الطويل كم؟ 83 كيلومتر فأكثر. 83 كيلومتر فأكثر، يعني لو سافرت إلى مكان 100 كيلومتر، هذا طويل أو قصير؟ طويل. إذن يجوز لي أن أقصر الصلاة. إذا سافرت إلى مكان 70 كيلومتر، سافرت من جوكجاكرتا إلى سولو 70 كيلومتر تقريبا، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذن سفر قصير أقل من 83 كيلومتر. واضح؟ بارك الله فيكم. السفر الطويل ما الذي يجوز فيه؟ هذا السفر الطويل ما الذي يجوز للمسلم فيه؟ يجوز للمسلم: واحد، قصر
الصلاة. أي صلاة تقصر؟ أي صلاة؟ الرباعية، قصر الصلاة الرباعية. ويجوز للمسلم أيضا الجمع بين الصلاتين، فيجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ويجوز للمسلم أيضا أن يفطر في رمضان في الصوم، صح؟ ويجوز للمسلم أيضا أربعة، أن يمسح على الخفين ثلاثا، كل هذا يجوز للمسلم. هذه كم رخص؟ أربع. إذن هذه الرخص، نقول هذه الرخص الأربع تتعلق بالسفر الطويل. وأنا أذكر أني قد قلت لكم هذا من قبل عندما درسنا المسعى الخفين، صح؟ افتح الدفتر حتى تنظر. المسعى الخفين، المسح على الخفين، موجود أو لا؟ موجود. أيوة، أين هذا؟ ليس موجودا، لم نذكر هذا من قبل. ذكرنا هذا أو لا؟ ليس موجودا. موجود، أين؟ مكتوب معك؟ أين هذا؟ لكن هذه الأربع الأشياء ذكرناها أو لا؟ لم صح؟ إذن هذا جديد، هذا جديد بالنسبة لكم، بعد ذلك تكتبون هذا، ها؟ إذن نقول هذه الرخص الأربع تكون خاصة بماذا؟ بالسفر الطويل. السفر طويلا يجوز لك أن تقصر الصلاة، إذا كان السفر طويلا يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين، إذا كان السفر طويلا يجوز لك أن تفطر في رمضان، إذا كان السفر طويلا يجوز لك أن تمسح على الخفين ثلاثا. لكن إذا كان السفر قصيرا لا يجوز لك أن تقصر الصلاة، واضح؟ يعني إذا سافرت مثلا إلى سولو من هنا لا يجوز لك أن تقصر الصلاة، لا يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين، لا يجوز لك أن تفطر في رمضان، لا يجوز لك أن تمسح على الخف إلا يوما وليلة فقط. لكن إذا كان السفر طويلا، مثلا سافرت إلى جاكرتا، سافرت إلى كوالالمبور، سفر طويل، سافرت إلى سورابايا، أن تقصر الصلاة الرباعية، أن تجمع بين الصلاتين، أن تفطر إذا كنت في رمضان، أن تمسح على الخفين ثلاثا، واضح؟ إذن ما معنى القصر؟ القصر معناه أن يصلي الصلاة الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء ركعتين. ويجوز للمسلم قصر الصلاة الرباعية في السفر فقط، أما بسبب آخر كالمرض لا يجوز، كالمطر لا يجوز، فقط بسبب السفر. ونقول بسبب السفر بخمس شروط أو بعدة شروط، منها أن يكون هذا السفر سفرا طويلا، صح؟ الشرط الثاني أن يكون هذا السفر سفرا مباحا. ما معنى مباح؟ يعني جائز، سفر مباح يعني جائز، تمام؟ جائز مثل ماذا؟ مثل سفر للتجارة، سأتي للرحلة لا تستعجل، سفر للتجارة مثلا، سفر للتجارة، سافر ليتاجر، نقول يجوز لك أن تقصر الصلاة، من باب أولى إذا كان السفر مستحبا،
سافر ليطلب العلم، أو سافر ليصل الرحم، نقول يجوز لك أن تقصر الصلاة. ومن باب أولى إذا كان السفر واجبا، سافر ليحج حجة الإسلام، واضح؟ يجوز له أن يقصر الصلاة، صح؟ إذن لابد أن يكون هذا السفر سفرا إيش؟ سفرا مباحا. طيب قال زميلكم إذا كان سفر رحلة، سفر لأجل النزهة فقط، نقول إذا كان فقط من أجل أن تنظر للبيوت والأسواق والأشياء هذه لا يجوز لك أن تقصر، واضح؟ لأن هذا ليس مقصدا شرعيا، تمام؟ إذا كان لهذا السبب فقط فلا يجوز لك، لا يجوز لك أن تقصر، تمام؟ أيوة هكذا قال فقهاء الشافعية. نعم هناك فقهاء يقولون أشياء أخرى، لكن فقهاء الشافعية عندهم لا يجوز تصلي أربعا. إذن الشرط الأول أن يكون السفر طويلا. ما معنى طويلا؟ على المعتمد 144 كيلومتر، على المشهور عند المتأخرين 83 كيلومتر. الشرط الثاني أن يكون السفر مباحا. الشرط الثالث أنك لا تصلي خلف متم، لا تصلي خلف شخص يصلي أربعا. لو صليت خلف شخص يصلي أربعا يجب عليك أن تصلي أربعا حتى ولو كنت مسافرا. يعني مثال، أنا مسافر، سافرت مثلا إلى سوربايا، دخلت المسجد وجدت الناس يصلون، كبرت وصليت معهم، كم أصلي؟ أربعا، واضح؟ لا يجوز لي القصر لأنني صرت مقتديا بهذا الإمام، لا يجوز لي القصر. أصلي كم؟ أربعا. طيب نفترض مسألة أخرى، أنا مسافر إلى سوربايا، دخلت المسجد وجدت الإمام في التشهد الأخير، في التشهد الأخير الله أكبر، جلست، قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، كم أصلي؟ أربعا. حتى لو أدركت مع الإمام جزءا بسيطا من الصلاة، كما تقدم معنا قبل قليل قلت لك أنك بماذا تدرك الجماعة؟ أيوة، لو دخلت مع الإمام قبل أن ينطق بالميم تدرك الجماعة، إذن لابد أن تصلي أربعا. فهمنا؟ بارك الله فيكم. إذن إذا صليت خلف من يصلي أربعا، خلف متم، يجب أن تصلي أربعا، لا تصلي ركعتين. إذن كم هذه شروط؟ ثلاثة شروط. الشرط الرابع أنك تنوي القصر عند تكبيرة الإحرام، تنوي القصر عند تكبيرة الإحرام. أنت عندما تصلي ماذا تنوي؟ عندما تصلي الظهر ماذا تنوي؟ عندما تصلي الظهر ماذا تنوي؟ قصد الصلاة، قصد الفعل والتعيين والفرضية، صح؟ صح، درسنا هذا، واضح؟ عندما تصلي الظهر تقصد فعل الصلاة وتعيينها وأنها فرض، ثلاثة أشياء. وإذا كنت مأموما ماذا تنوي؟ إذا كنت مأموما ماذا تنوي؟ تنوي أنك مأموم، درسنا هذا قبل قليل لما كتبنا هنا شروط الجماعة، صح؟ قلنا نية المأموم أنه مأموم، صح؟ كم نيات هذه الآن؟ كم؟ أربعة. مرة أخرى، أنا أصلي الظهر ماذا أنوي؟ أنا عندما أصلي الظهر ماذا أنوي؟ انظر، أكبر لصلاة الظهر، أنوي عند التكبير واحد أنني أصلي فرض الظهر مأموما، هذا واجب، واضح؟ أصلي فرض الظهر مأموما، كم هذه أشياء؟ أربعة وجوبا، واضح؟ هذا واجب، تمام؟ طيب
إذا كنت أريد القصر، أنا مسافر أريد أن أقصر الصلاة، أنوي أيضا القصر، كم تصير النيات؟ 5. إذن أنا الآن سأصلي الظهر قصرا، سأصلي الظهر قصرا، ماذا أنوي؟ الله أكبر، أنوي الصلاة وأنها فرض وأنها الظهر وأنني مأموم وأنني أقصر الصلاة. كم هذه؟ 5. إذن من شروط القصر أنك تنوي القصر متى؟ متى تنوي القصر؟ عند تكبيرة الإحرام. إذن عند تكبيرة الإحرام ستنوي 5 أشياء: ستنوي فعل الصلاة وتعيينها وفرضيتها وأنك مأموم وأنك تقصر الصلاة. فهمنا؟ كم هذه الأشياء؟ 5 أشياء. إذن كم عندنا شروط الآن؟ كم عندنا شروط القصر؟ 4. الشرط الأول أن يكون السفر طويلا، الشرط الثاني أن يكون السفر مباحا، الشرط الثالث أنك لا تصلي خلف متم، الشرط الرابع أنك تنوي القصر عند تكبيرة الإحرام. انظر ماذا قال لك في الكتاب، قال لك في الكتاب افتح: صلاة المسافر. ما معنى صلاة المسافر؟ يعني كيف يصلي المسافر، كيف يصلي المسافر. قال: القصر يجوز للمسافر سفرا طويلا. قال يجوز، يجوز، لم يقل يجب، لأن القصر هذا جائز ليس واجبا. القصر جائز، يعني تريد أن تصلي ركعتين يمكن، تريد أن تصلي 4 يمكن، تمام. قال يجوز للمسافر سفرا طويلا. ما معنى سفرا طويلا؟ قال في الكتاب مرحلتين. ما معنى مرحلتين؟ مسيرة يومين. أحسنتم. كم كيلومتر؟ كم على المعتمد في المذهب؟ كم؟ 144 كيلومتر، وعلى المشهور عند المتأخرين من الشافعية 83 كيلومتر. قال يجوز للمسافر سفرا طويلا مرحلتين أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض. ما معنى ضربتم في الأرض؟ سافرتم. ضربتم في الأرض يعني سافرتم، نعم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صلاة المسافر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ثم قال: شروط صحة القصر: 1. أن يكون السفر في غير معصية. الشرط رقم كم؟ الشرط رقم كم؟ الثاني، أن يكون مباحا. طيب لو كان السفر محرما مثل ماذا؟ سفر محرم مثل ماذا؟ سفر لمعصية. يمكن نقول سفر المرأة بلا محرم، صح؟ سفر معصية، إذن لا يجوز لها أن تترخص برخص السفر. مثال آخر، نقول سفر المرأة بغير إذن زوجها مثلا، لا يجوز لها أن تقصر الصلاة لأن السفر هذا سفر معصية. فهمنا؟ إذن إذا كان السفر سفر معصية فلا تجوز قصر الصلاة. ثم قال: الشرط الثاني أن ينوي القصر مع الإحرام. أن ينوي القصر مع الإحرام، ما معنى مع الإحرام؟ ما معنى مع الإحرام؟ مع الإحرام يعني متى؟ عند تكبيرة الإحرام، واضح؟ رقم كم هذا؟ 4، تمام. الشرط الثالث ألا يقتدي بمقيم، الأفضل أن يقول ألا يقتدي بمتم، تمام. رقم كم الشرط هذا؟ الثالث. هذه الشروط. في شرط رابع زائد، ما هو؟ ما هو؟ أن يكون طويلا.
هذا مذكور هنا عندما قال لك في البداية ويجوز للمسافر سفرا طويلا. إذن الأربع الشروط كلها موجودة في السبورة وموجودة في الكتاب، تمام أو لا؟ واضح؟ أيوة. إذن غدا إن شاء الله في الصباح قبل أن أبدأ الدرس سأختار منكم ثلاثة يشرحون هذا الكلام قبل الدرس، ثلاثة قبل الدرس يعيدون شرح هذا الكلام، ثلاثة باللغة العربية وثلاثة باللغة الإندونيسية، تمام؟ فاستعدوا جميعا غدا صباحا بمراجعة هذا. نقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. الذين قرأوا النظم الآن، الذين قرأوا النظم، السهيلي، مبارك، فريد، محفوظ، غفاري، هؤلاء قرأوا النظم. غدا الجميع سيقرأ النظم، والذي لا يقرأ يبقى واقفا نصف ساعة، تمام؟ يبقى واقفا نصف ساعة. ليس شرطا أن تقرأ المسعى الخفين، أقل شيء أن تقرأ خمسة أبيات من أقسام المياه إلى المسعى الخفين، خمسة أبيات أقل شيء، تمام؟ المقدمة لا، لا أريد المقدمة، من أقسام المياه. الذي لا يقرأ غدا واقفا نصف ساعة، وإذا مرة أخرى لا يقرأ واقفا ساعة، تمام؟ يضاعف العقل، يضاعف العذاب، تمام؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السفر قصير لكن لا يجوز، ما دام السفر قصير لا يجوز، حتى لو كان في الطريق سبعة أيام، ما دام أنه سفر قصير لا يجوز. نعم، سنشرح هذا بالتفصيل غدا إن شاء الله، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.